العلي العظيم. أبوب أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ومولى الكونين ونور العينين وسفينة النجاة يا سيد الشهداء. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله نفس أحمد، لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل مؤمن أولى به. غادره ابن ملجم، غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم في محرابه. وجه لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبا ترابه. فاغبر وجه الدين لاصفراره وخضب الإيمان لاغتظابه. ويزعمون حيث طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه. والصوم ينعى كل يوم صارخا قد نضحوا دمي على ثيابه. أطاعة قد تلوموا من لم تكن تقبل طاعة الورى إلا به. قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه. وشق راس العدل سيف جوركم مذ شق منه الراس في ذبابه. سمعوا حنين أهل السماء يا أهل الأراضين على حبيب المصطفى ومشيد الدين اللي يأثر في الحصيلة من وطافيه وفي الترب ما تلقى أثر لا من مشافيه.
ولا لف ولا أتى فيها الأتى مدح إلا فيه، هو عروة الوثقى وهو نور المسلمين. والفجر أظلم وانطفى نوره اللامع، جبريل ينعى وفجر بصوت المسامع، والناس فرت بالعجل تبغي يا نياح يوم اقبل وسمعوا صياح الحسن وحسين. ناد احملوني يا ولاة الامر بعدي، الحمد لله الذي انجز لوعدي، يرعاكم الله من عقب عيني يا ولدي بس الله الله يا حسن في خوك الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ضربة علي لعمرٍ توازن عمل أمتي إلى يوم القيامة. ضربة بسيف من رجل على هامة رجل أو على رجل رجل، وقل رجل قتل رجل، فكيف كانت هذه الضربة بهذا الحجم بحيث ثوابها يوازن ثواب عمل كل عامل من أمة محمد إلى يوم القيامة؟ ولفظ أمة، وقد جاء اللفظ على لسان نبي معصوم لا يتلاعب بالألفاظ ولا يلقي القول على عواهنه، فقوله يوازن عمل أمتي، فقوله أمتي يستغرق جميع أفراد من يصلح أو يصدق عليه أنه من أمة محمد. ومن هم أمة محمد؟ فما كل من قال أنا من أمة محمد كان من أمة محمد، فالدعوة إذا لم تقترن بما يثبتها وما يؤكدها تبقى معلقة، فما كل من يدعي دعوى صدق على دعواه بغير بينة تثبت ما يدعي. جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله: ليس من أمتي من استخف بصلاته،
لا يرد علي حوضي لا تناله شفاعتي، لا والله. جريمته أنه يستخف بالصلاة لا أن يتركها، وإنما لا يرى لها قدرها ولا يقدر لها قدرها، لا يقيمها. فلذا بدل أن تكون محترمة عنده وقتا ووضعا، يتلاعب بوقتها وبها أيضا، مستخف بوقتها وبها. فإذا أصر على ذلك فهو خارج من أن يكون في نطاق شفاعة محمد، فهو في خطر عظيم. والحديث ينص أنه لا يرد على رسول الله حوضه. وإذا لم يرد على حوض الرسول معناه أنه ليس بينه وبين الرسول علاقة، فلو ورد على حوضه لعرفه. هذا وجريمته الاستخفاف، موت. فكيف بالذين جرائمهم أكثر وأشد؟ فما كل من قال أنا من أمة محمد ترتب له ما يدعي من الادعاء. أمة محمد الحقيقية هم الأئمة، لأن أمة محمد هم الذين يهتمون بمحمد صلى الله عليه وآله، لا الذين يعاندونه ويعملون على محو دينه والاستخفاف بشريعته. فأمة محمد هم الأئمة سلام الله عليهم، ومن كان في خطهم يلتحق بالتعريف بالموكب. ولذا الذين لا يأتمون بهذه الأمة الأصيلة الحقيقية واقعا هم خارجون عن هذا التعريف. فأمة محمد هم الذين أتموا بالأئمة من أهل البيت. قال صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم. حياك شيخنا مني، تعال على الصوت، تعال على الصوت أحسن، أريح لك شوي. إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذا لا يكون متمسكا، لا يكون من أمة محمد حتى يكون متمسكا بهذين
الأمرين وهما كتاب الله وعلماء الكتاب. وقد جاء عنهم سلام الله عليهم كقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لكميل بن زياد النخعي: لا تأخذ إلا عنا تكن منا. مفهومه الذي يأخذ من عند غيرهم وينأى عن الأخذ عنهم ليس منهم. ومن لم يكن من أهل البيت ولا على خطهم ما علاقته بالرسول؟ قرأ بعض أصحاب الصادق سلام الله عليه قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال له الإمام الصادق: أي أمة هذه؟ فقال الرجل: أمة محمد بقبضها وقضيضها. فقال له الإمام الصادق: أمة قتلت عليا والحسين تكون خير أمة؟ وعجل يا إلهي فرج ولي زماننا صلوات على محمد. يا حياكم يا أولادي يا إخواني يا آبائي، حياكم داخلي. أمة قتلت عليا والحسين وأقرت هذين المنكرين، وكما مر في الليلة الماضية أن المسؤول عن قتل أمير المؤمنين ليس هو هذا الكلب ابن ملجم فقط، لا، وإنما هذا الرجل أذاب تنفيذ كلب مهارش، كلب نابح، قل ولكن، والمؤامرة خيوطها أوسع بكثير من هذا. رأس المؤامرة معاوية، فدسائسه في العراق وممثلوه وعيونه شكلوا تلك المؤامرة وحاكوا خيوطها، فالمكاتب والرسائل والهدايا ومنها العسل الذي يأتي من الشام، ففي الظاهر صورة تجارية والواقع إنما هي براطيل تصل إلى زعماء العراق ورؤساء العشائر. فالقربة التي فيها العسل تحتوي على ألوف من الدنانير، وهو السيف الأصفر والذي إذا سل على أي رقبة قل ألا تدل وتخضع. ف
فقد يقاوم البطل السيف الأبيض وهو السيف الحديدي، فيواجه السيف بالسيف، لكن إذا سل السيف الأصفر قل من يثبت لحده، فلا بد أن يذل ويخضع. ولهذا ما غلب معاوية عليا بحد السيف الحديدي، فلقد ألجأه علي لحمل المصاحف خوفا وذعرا، ولكنه لما سل السيف الأصفر وإذا بقواد جيش علي وأعوان علي وبالأخص الزعماء والرؤساء يلجئون عليا إلى أن يحكم ويرضى بالتحكيم، وتكون النتيجة من التحكيم هو خلع علي من الخلافة وإثبات معاوية، فبماذا غلب معاوية عليا أبي السيف؟ غلبه بالدينار الذي يذل له الشجاع. أحد الشعراء يصور قضية مختلقة لكن له فيها غرض، يقول: رأيت شاة وذئبا وهي آخذة بأذنه وهو منقاد لها ساري. يقول شفت ذيب ضاري وشاة عضتنا من أدونه وقايدتنا، فقلت أعجوبة، انقلب الزمان شنو صار؟ فقلت أعجوبة، ثم التفت أرى ما بين فكيه ملقا نصف ديناري، فعرفت السر. ليش ذل الذيب وخلى الشاة تعضه في أذونه وتقوده؟ هو هذا السلاح الذي يلمع بين فكيه. فقلت للشاة: ماذا الإلف بينكما؟ متى صالحتم؟ والذئب يسطو بأنياب وأظفاري. شان الذئب يفترس الشاة، وشن قلبت المسألة؟ تبسمت ثم قالت، يعني الشاة وهي ضاحكة بالتبر أي الذهب، يكسر بأس الضيغم الضاري. فالذي قتل عليا وقتل الحسين مو السيف الأبيض عمي، قتله السيف الأصفر، لأن النفوس تهواه ومن هويته ذللت له. عمي الحب سلطان قوي يخضع المحب للحبيب، فعساه يكون في غاية الشجاعة والبسالة، سلطان الحب يذله يخليه ذليل ما يرفع راسه قدام حبيبه.
لأنه لا تكون حياته هنيئة إلا برضا الحبيب عنه. إن سبون لعنترة يقول: خدمت أناسا واتخذت أقاربا لنصري، ولكن أصبحوا كالعقارب ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند اشتباك السمر يا ابن الأطايب. شاهدنا في قوله: ولولا الهوى، لولا الحب، لولا حبك المهيمن على قلبي ما ذل مثلي لمثلهم. شوف، خلني ذليل ذولا العواوي وانا الاسد، ذلني حبي لك، هاي اللي خلاني ذليل. هذا يعيرني وهذا يغربني وهذا يطردني وانا ارضى. أنا لست جبان، كل دول ما يقدرون يوقفون في وجهي، لكنني ذللت لأنني أحبك وأخشى أن تغضبي. تنقلب الدنيا علي إذا غضبتي. ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم، ولا خضعت أسد الشرى للثعالب. شاهدنا لما كانت غريزة الإنسان هو حب هذه المادة، فحين تسن على رقبته وتبرق أمام عينيه يعشى ويذل، فما رفعت المصاحف يوم المصاحف حتى سبقتها أكياس تتضمن السيوف الصفراء للرؤساء والزعماء، فالذي قتل عليا والحسين إنما هو الدينار، أي قتلوه من يحب الدينار. فتأتي قرب العسل منها للسوق ومنها للزعماء والرؤساء. يحكى أن مالك الأشتر كان جالسا مع أمير المؤمنين، وقد تروى نفس الرواية لأبي الأسود الدؤلي أحد الزعماء. مؤداها أن الأشتر جاء أو أبو الأسود الدؤلي إلى بيته فوجد قربا من عسل، جاي هدية من عدمن من عند معاوية. أكو زرف في بعض القرب والعسل يخرج من ذلك، وأكو بنت لأبي الأسود قامت تلحس من هذا، تأخذ على أصبعها وتتلمض. قال لها: إيه بنية، من أين هذا العسل؟ قالت: لا أدري يا أبا، لكن جيء به إلى بيتنا. قال: يا بني، إن هذا العسل أرسله لنا معاوية يريد أن يستميلنا به لنترك عليا ونمضي معه. وإذا بها تقول: قبحه الله وترحه. ثم امتنعت وقالت: أبي العسل المصفى يا ابن هند
نبيع عليك احسابا ودينا. ثم وضعت اصبعها في حلقها تحاول ان تتقيا ما ابتلعته وما تركت نفسها حتى قاءت ما في بطنها وهو ذلك العدو. وكل ما جاءت اموال اكثر كان العناد من هؤلاء لعلي اكبر حتى قرحوا قلبه وقال ملأتم قلبي قيس. اذا قصة العنبري وما العنبري، محاولة قتل معاوية ومحاولة قتل ابن العاص، كله نسيج. وقصة عشق ابن ملجم لقطام وما اشبه ذلك، واقعا كله نسيج خيال، لكن خيال مقصود للتضليل. فمتى حاك المؤامرة ابن ملجم، والتاريخ ينص انه لم يدخل علي بعد وقعة الخوارج الكوفة الا وقد مضى من شهر رمضان 13 يوم، فعاد مع جماعة قليلة إلى الكوفة والجيش قد خيم في النخيرة بجميع معداته الحربي، على أن بعد العيد سيتوجه الجيش لصفين. الرواية التاريخية تنص انه لما عاد من حرب الخوارج وقد مضى من الشهر رمضان 13 يوم، صعد المنبر بأبي وأمي وخطب الناس خطبة بليغة، ثم التفت الى الحسن بنيه، كم مضى من شهرنا هذا؟ فقال 13 يوم يا أمير المؤمنين. ثم التفت إلى الحسين سلام الله عليه وقال يا أبا عبد الله كم بقي من شهرنا هذا؟ قال 17 يوم يا أبا الحسن. فمد يده وقبض على لحيته وقال لينبعثن أشقى. وليخضبن هذه، وهو قابض على لحيته وكانت بيضاء علما صبغ. أما الرسول صلى الله عليه وآله فما شاب شيبا بصبغة، لا، فمع أنه بلغ 63 سنة لا يوجد في لحيته وراسه إلا 17 شعرة بيضاء. أما أمير المؤمنين ما وصل 60 إلا هو كثغامة بيضاء، ولا شعر وحده لا في راسه ولا في لحيته، ما أدري لماذا، لكثرة الهموم والمصائب اللي حدت عليه. قيل له لماذا لا تغير الشيب يا أبا الحسن؟ مو ابن عمك الرسول يحث على الخضاب وأن له فيه ثواب؟
فأجان الخضاب زينة زينة، ونحن في مصيبة. عم مش تتصور قولة ونحن في مصيبة، أهي مصيبته برسول الله؟ عمي المصايب تمر والكل يقدر قدرها على قدر علاقته بها، فلا شك أن مصيبة الرسول هي أدهى مصيبة، وكل ما ترى من المصايب التي حلت على أهل البيت فهي فرع، كل آثار لتلك المصيبة. ولهذا زينب يقولون يوم كربلاء يوم شافت الخيل يهجم عليها وماكو يدافع عنها، وضعت يديها على راسها وصاحت يا يوم الاثنين سويت بنا. فممكن ان عليا سلام الله عليه يعني هذه المصيبة مصيبته بالرسول، فإن وقعها على قلبي يختلف عن قلب غيره. احنا حتى الآن أصبحنا واقعنا، ممكن أستغيظ أنا لو قلت لي ما عندك شعور بالمصائب، فعم المصيبة مصيبة وإن بعد أبدها، خصوصا مصائبنا بأهل البيت، هاي ما يقولوا عتيقة ولا مرت عليها سنين. كمصيبتنا بأمير المؤمنين وهو الأب الثاني لهذه الأمة، أليس أبا لنا؟ كلنا أولاد علي وهو أب لنا، فأين هو تأثرنا؟ مو رجل عادي، لا له وزن في حياتنا. ولك أن تقول أيضا اعتبر نفسه في مصيبة لأنه يرى ما عليه المسلمون من وضع شائن يكون كارثة على قلب علي، مصيبة إنه يريدهم أن يعودوا إلى الطريق السوي الطريق الصحيح وهم يأبون إلا الضلال. أي مصيبة أكبر من هذه المصيبة؟ قلبه يذوب، يقول الرسول صلى الله عليه وآله يأتي زمان على أمتي يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء من كثرة ما يرى من المنكرات ولا يقدر أن يغير. وعلي معلوم بيد السلطة وأراد يغير، لكن كثيرا تعاصى عليه من الأمور ما قدر يغير، فهو حاكم وهو تحت نير تقية يتقي هؤلاء الذين هم من حوله، يدخلوا مسجد الكوفة فيرى الناس يصلون صلاة نافلة شهر رمضان جماعة، فقال صلوها كما كانت في زمن رسول الله، نافلة نافلة ما تصير بها الجماعة. وإذا بالمسجد يضج أيبا فلان يأمرنا بالتجمع والاجتماع وأنت تأمرنا بالتفرق والافتراق، وفلانا وعمراء صاير. وتياسر في محراب مسجد الكوفة، المخطط له معروف، فلما رأوه تياسر شوية قالوا له يعني مو عدل قبلة المحراب مين صحيحة؟ قال لا، لكن يستحب التياسر يا ليرة. أراد أن يعيد الأمة إلى الطريق،
التي خطها الرسول تعاصت عليه. وإلى أن قتل وفي قلبه من ذاك حسرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلي ذهب بتيار مؤامرة كبيرة، ممكن لو بحثت لكان مشترك فيه أكثر من ثلث أو نصف أهل الكوفة، وخصوصا الزعماء والرؤساء. ولذا علي سلام الله عليه حكيم نص في وصيته على أولاده لكي لا تنبعث فتنة وينتقض الأمر عليهم: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا. إن شاء الله تقولون قتل علي، لا يقتل النبي إلا قاتلي. تبحثون عن قضية، قررون عبد الرحمن وليش وليش ومن ليش انت كذا ومن اي جهة جاي ولماذا ومن معك وهكذا، تنبعث فت ويختل النظام. لا يقتل النبي الا قاتل فقط. انظروا اذا انا مت تضربوه ضربة بضربة واحرقوه بالنار، وهو حكم من قتل نبيا او وصيا. ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. إذا علي عمي ذهب ضحية هالمؤامرة اللي عبدون الدينار، ذول اللي قتلوا علي، وابن ملجم إنما هو أداة تنفيذ، وما أكثر المغامرين والذين نسميهم الآن مرتزقة أو مرتزقة، مو هذا؟ ذاك الزمان موجودين أيضا. شاهدنا عمي قول الرسول صلى الله عليه وآله: ضربة علي لعمر توازن عمل أمتي. يدخل في هذا التعريف الأئمة سلام الله عليهم، من الحسن إلى الإمام المنتظر، وهم الأمة الحقيقية لمحمد صلى الله عليه وآله. ذول كلهم لو وضعت أعمالهم في الميزان، وهاي الضربة في كفة ثانية، لرجحت ضربة علي على الأعمال من أولئك كلها الأئمة ومن كان في خطه. نعود فنقول: إنما هي ضربة، تبارز بطلان فضرب أحدهما الآخر فقتله. فكيف كانت بهذا الحجم وهذا الوزن؟ الواقع لن نلحظ الأعمال من حيث شكلها وصورتها، وإنما من حيث النتائج وما يترتب على ذلك. ففي ذلك اليوم، وهو يوم الخندق أو يوم الأحزاب، تمحض الإيمان والكفر في شخصين، فإما أن ينتصر عمرو ابن ود العامري فينتصر الكفر وإلى النهاية،
او ينتصر امير المؤمنين الذي هو المسلم الاوحد. بل المسلم الفرد، بل الذي تجسد فيه الاسلام تجسيدا صحيحا في ذلك اليوم، وغيره قد انهارت قواه. انه يوم حرج وموقف حرج، يصفه الباري جل وعلا في كتابه: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب. تهمنا كل واحد روحه واقفة هنا في تر قوته، بس دقه ويطلع روحه من الخوف. قد انهارت العزائم وذهبت المعنويات. هذا وهم مسلمون. اما المنافقون فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، احنا ننتصر. احنا وين 3000 رجل اقبال 22000 من الابطال يقدمهم عمرو بن عبد ود العامري؟ احنا وين ننتصر؟ الله يقول: هنالك ابتلي المؤمنون، اي اختبروا، واختبر الايمان والاسلام. واذا هو ايمان ضعيف لا يحرك صاحبه ولا يكون عنده عزيمة. ان اليهود يدور حول اطامنا ونخاف يكون عين علينا ويدل على عوراتنا، ويجون اليهود يهجمون علينا وينهبوننا ويقتلوننا. الا تخرج اليه وتقتله؟ قال: لا، انا لست من رجاله. قلت له: هذا السياف ننزل الى وقتل هذا واحد. قال: لا، اعذريني يا بنت عبد المطلب، انا هذا مشاني. فتلثمت وتنكرت واخذت السيف ونزلت بنت عبد المطلب وقاتلت ذلك اليهودي وقتلته ورجعت. قالت لحسان: ها هو قتيل وعليه ثياب فاخرة، الا تقتل؟ تنزل إليه تأخذ ثيابه؟ قال: لا، مالي بها حاجة، أنا عندي ثياب. فهمت؟ هذا من النكات اللي تتعلق به. لحيته بعدين شاب صار لحيته بيضة وشواربة يصبغها، لكن يصبغها بحنة قاني تسوي حمرة شوارب، ولحيته بيضة. فقال له ولده: ليش انت اذا بتصبغ اصبغ اللحيه واصبغ الشارب؟ قال لي: ليش؟ انا اريد ان اكون كالاسد الذي قد افترس فريسه. شو ارباطه مصبوغه بالدم يعني؟ عجيب. تتمنى يعني ان تكون هكذا مسكين. على كل، يكفينا وصف الباري: وإذ زاغت الأبصار. صار الواحد منهم ما يشوف من الخوف وارتجاف قلبه وهبوط معنوياته. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وقد عبر عمرو بن عبد ود ومعه 4 أو 5 من فوارس قريش، منهم عكرمة بن أبي جهل وغيره، وأبو هبير المخزومي زوج أخت علي، أي زوج تفاختة بنت أبي طالب، هم من الذين عبروا الخندق. وذول أبطال صاروا يجولون بين الخندق وسلع، وعمرو ينادي بعلو صوته: هل من مبارز؟ هل من مناجز؟
وما حد يجيب الكل مهبط راسه. فركز رمحه وصار يجول حول ذلك الرمح ويتحداهم ويقول: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرم المناجز، إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. أين جنتكم التي تدعون أن من قتل منكم دخلها، وأن من قتل محاربا لكم يدخل النار؟ أما من رجل يحب الجنة فيدخلها أو يدخلني النار؟ عقيدتكم إذا ما تأثر عليكم وتدفعكم ثم تقولون لي يقتل منكم ريح روح الجنة. اي احب الجنة لكن قدامها عمر، قدامها عمر بن عبد ود العامري، اخاف. والرسول ينادي مكررا: من يبرز؟ اللي عمر وانا اضمن له على الله الجنة، وين هم اللي يحبون الزعامات ويريدون الرئاسات؟ رحم الله الشيخ العزري يقول: إن تكن فيهما شجاعة كرم فلماذا في الدين ما بدلاها ذخراها لمنكر ونكير، أم لأجناد مالك ذخراها؟ من يبرز وأنا أضمن له على الله الجنة الضامن كفو؟ إذا ضمن هو أهل للضمان، ولكن عمي ما حد رفع راسه ما سوى رجل وهو الإسلام. هذا الرجل الذي هو الإسلام هو الوحيد الذي قام إلى النبي: أنا يا رسول الله. قال: إنه عمر يا علي، اجلس. تبين النبي يريد يجبن علي، قل له: أنت كفو يعني؟ لا، يريد أن يلقي الحجة ممرة، لا حد يقول ما دعوتنا. ثم صاح: من يبرز وأنا أضمن له إلى على الله الجنة؟ بعد ما حد قام علي مرة ثانية: أنا يا رسول الله. قال: يا علي، إنه عمر فارسي اليل. فقال: وأنا علي بن أبي طالب. صاح الثالثة أيضا: من يبرز؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إلي، تعالى. دنا من عممه بعمامته وألبسه بردته وكلده سيفه وقال: اللهم كن له ناصرا ومعينا. نهض علي من عند النبي واتجه نحو الميدان. شني مشيت؟ مشيت متلكئ خايف سائل؟ لا، يهرول رايد الميدان، وعمر بن عبد ود يصول في الميدان: ولقد بححت من النداء بجمعكم. وإذا بصرخت علي: لا تعجلا، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. من ضربة النجلاء يبقى صيتها بعد الهزائز. التفت عمر: من هذا؟
من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. فلما سمع عمرو أن هذا الرجل هل هو علي بن أبي طالب دخل في قلبه الرعب، لأنه وقد رآه في يوم بدر. منه علي هذا؟ منه علي الذي قتل قريش 70 علي قتل 35 بطل وجميع المسلمين والملائكة قتلوا نصف وعلي بروح نصف. يقول بعض العرب ممن حضر بدر وحضر مجلس معاوية يقول أنت شفت وقعة بدر؟ قال نعم. ما الذي رأيت فيها من الأبطال؟ قال رأيت علي بن أبي طالب ينزو على رؤوس الرجال 10 أذرع، إذا جحص من الأرض يصير في السماء 10 أذرع على رؤوس الرجال ويضرب بسيفه مع نزوله. قال لي شفت الرجل من حين رأى عمرو علي قد برز إليه دخل في قلبه الخوف، لكنه في موقف حرج، هو الزعيم والقائد، فأخذ يتجلد ويقول ارجع يا ابن أخي، إن بيني وبين أبيك خلة وأنا لا أحب أن أقتلك. أما خشي عليك ابن عمك؟ قام فوشر. أما خشي عليك ابن عمك حين أبرزك إلي أن أختطفك برمحي هذا فأتركك بين السماء والأرض لا حيا ولا ميت؟ أجيب غريب. وين كنت يوم بدر؟ شو شرديت وما حضرت وقعة أحد؟ وين كنت؟ مريض مجرح. قال دع عنك هذا، قد سمعتك وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول ما دعاك عربي إلى 3 إلا وأجبته ولو في واحدة، وأنا أدعوك إلى 3. قال قل. قال الأولى أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال نح ذلك عني، أي لا تسمعني هالحكي. ولكن قل الثانية. قال ترجع بجيشك، فإن كان محمد صادق فأنتم أقر الناس عينا به، هذا ولدكم، وإن كان كاذب كفتكم ذؤبان العرب التي احتوشته، ما تستحون انتم اهل جيل تحاربونه. قال له ولا هذه ايضا، تتحدث نساء قريش والعرب انني جبنت وفتدت في عضد جيش رأسوني عليهم؟ لا. لكن قل الثالثة. قال الثالثة ان تنزل من على ظهر الفرس لأنابذك الحرب على الارض، فانت راكب وانا راجل، انزل. فقال أما هذه فما ظننت أن أحدا من العرب يسومني عليها. يريد يقول أنا فارس بطل وراجل بطل. أنزل عمرو عن فرسه اختصارا وضرب قوائمه بالسيف إيذانا بأن لا مفر ولا فرار، اتموت أو أموت أنا خلص. فلذا عقر فرسه وألقاها في الخندق وعاد مسلتا سيفه إلى علي كأنه شعلة نار، واصطدم البطلان فضرب عمرو عليا بالسيف على رأسه، فتلقى الضربة علي بحجفة أو بجحفة، لكن فللضربة من يد بطل، السيف قد الدرك هذا، ووقع السيف على رأس علي وجرحه جرح في رأسه، جرح هائل. لكن علي عمي إذا شاف الدم متدمع معنوياته يزيد،
معنويات اشتعل نار قدام عمرو بن عبد ود تماما مثل الاسد، اذا خدش يضرع. يقول بن عباس ثارت، او جابر بن عبد الله الانصاري، ثارت غبره حتى خفي البطلان عن اعين الناظرين. ما نشوف الا لمعان السيوف في الشمس، والا الرجلان لا نراهما الا كخيال في وسط ذلك العجاج. واذا نسمع التكبير، أن عليا قد قتله، ضربه على ساقيه فقدهما جميعا، وانجلت الغبرة، وإذا بعلي على صدر عمرو بن عبد ود آخذ بلحيته يريد ذبحها. وإذا بعلي قد نهض من على صدره وجلس ناحية، جلس ناحية يسلت العرق، فضج المسلمون: يا علي عجل عليه، احنا خايفين يقوم هالنور. اما ترى يا رسول الله كيف تركه علي ولم يذبحه؟ فقال: هو اعلم بامره. هل انتم في المعركة؟ انتم في الميدان؟ هو يرى تكليفه. بعد حين قام علي إليه وبرك على صدره وحز راسه، يقول له عمر: يا علي لقد ارتقيت مني مرتقا عظيما، بس أطلب منك شيء. إذا ذبحتني لا تسلبني ثيابي. قال: هي أهون علي من ذلك، أنا مو أذبحك علشان بزتك. يقول الشاعر في الفرسان: الشرفاء لا يسلب القرن، لا يسلب القرن إذ يرديه بزته، والليث همته المسلوب لا السلب. حز راسه وشال من لحيته، وأقبل يخطر في مشي يتمايل علي يتغريب، لكن مو بالشوارع عمي، مو عليه البزة ويتمايل ويتغريب، لا بالحرب. قال بعضهم: يا رسول الله أما رأيت كيف أن عليا يختال في مشيه؟ قال: نعم، هذه مشية لا يمقتها الله في مثل هذا الموقف. الممقوتة هو أن تختال على الناس، أما على العدو فاختال، اعمل على أن تهبط معنويته. انتصارا إجا علي ولا حامل راس عمر، السيف يجري، الدم يجري من سيف.